الأطفال اللي هم بيبقوا القصر قصر أيوه. وأموال القصر نعم. والمشاكل اللي بتحصل نعم. للقصر نعم. عايز حضرتك تقول لي في حالة وجود قصر إيه اللي بيحصل وفي مال سائل وفي عقارات وفي أراضي زراعية وفي قصر نعم. هو مفيش مشكلة لأن كما تعلم القانون حدد من هو الوصي أو الولي أو القائم تمام. الولاية طبعا هي سلطة مباشرة للشخص على إنسان يعني زي الأب سلطته على أبنائه ولاية طبيعية ودي بيسمى وتسمى ولاية شرعية أو طبيعية ليه؟ لأنها مش محتاجة إلى تشريع لأنها مكلف بها من قبل الله سبحانه وتعالى. طيب وفي ولاية اتفاقية زي ما توكلني لأن أنا أعمل لك حاجة ما أنت اديتني ولايتك وكلتني فيها دي اسمها ولاية اتفاقية أو ولاية عقدية وفي ولاية قانونية زي القانون لما يأمرني بشيء معين لابد أنفذه وفقا للقانون. موضوع الوصاية داخل في موضوع الولاية طول ما الأب عايش ما فيش مشكلة مات الأب مين بيجي مكانه؟ هو ده أنا بسأله بقى مين هيجي مكان الأب؟ اللي هيجي مكان الأب ده هنسميه وصي ما أنا عايز لأ أنا عارف إن هو الوصي أنا عايز ترتيبه العم ولا الخال أنا جاي الأخ ولا الأم جاي لسعادتك الوصاية ديت عبارة عن شخص بيحل محل الأب في الإشراف على أموال الصغير حتى يبلغ سن الرشد فيسترد أمواله. مين هو بقى الشخص ده؟ القانون رغم أن القانون 119 لسنة 52 المنظم لمسألة الوصاية أو الإيصاء بيسموها الإيصاء عشان تمييز بينها وبين الوصية قال أنه إحنا بناخد خليط من القانون المدني وبين الشرع الإسلامي يعني في مسائل بياخدها من القانون المدني ومسائل بياخدها من الشريعه الاسلاميه. طب خدت ايه من الشريعه الاسلاميه؟ قال موضوع الوصايا ده بقى مين هم الاوصياء؟ قال المذهب الحنفي واقرب المذاهب الى المجتمع المصري. المذهب الحنفي بيقول يعين وصيا بعد الاب الاتي والقانون موافقه واخد برايه. واحد اسمه الوصي المختار. ايه هو الوصي المختار؟ يعني الاب قبل ما يموت يبقى مختار وصي مختار الله يكرمك هو ده بقى يجي على طول لان الاب اللي بيعملها ازاي يا دكتور يعني بيعملها ازاي يعني له صديق عزيز عليه جدا فبيروح يكتب في ورقه رسميه وياخد عليها اي اجراء قانوني تصديق او اي حاجه من الشرع العقاري بحيث لما يموت بتتفتح فلان الفلاني هو الوصي عليكم ده اختياره ما لم يطعن فيه احد لامر من الامور القانونيه كخلل في الذمه الماليه او انه السجن او عندوش امانه او كذا او كذا ما فيش حد طعن هيتولى ده اللي هو الوصايا الوصي المختار طب ما فيش وصي مختار الاب ما عملش ننتقل للجد العصبي ايه هو الجد العصبي الجد ابو الاب مش الجد ابو الام الجد العصبي طيب الجد العصبي هيتولى الاشراف خلاص ما فيش مشكله هياخد حصص القصر ويكون بالاشراف عليها بالاشراف عليها تحت على النيابه الحزبيه ويقدم تقارير وكذا وكذا طيب بعد الجد الوصي المختار من قبل الجد لان الاحناف ادوا للجد نفس سلطه الاب قالوا الجد اب يختار. الجد اب عند عدم الاب اللي بعده يا دكتور طيب بعد كده بقى خلصت الجد وخلصت الوصي المختار بتاع الجد يجي وصي القاضي وصي القاضي طب فين العم والخال لا هو اللي هيختار بقى يعني القاضي هنا هو بقى يختار من هو هل انا بتقدم للوصايا ولا اختيار قاضي لا القاضي بيعمل تحرياته ومن الجميل جدا ان القاضي ممكن يختار الام للوصايا على ابنائها تمام لانها صالحة لهذا ايوه ان كانت صالحة لهذا الامر طيب هل في اشراف قضائي على اموال القصر حين بلغهم سن الرشد تمام ما دام هنلجا الى الجهه القضائيه اللي هي بتمثل النيابه الحسبيه والمحكمه الحسبيه ونيابه القصر وغير ذلك يبقى في اشراف كل سنه بيقوم الراجل الوصي بانه يقدم تقرير عما انفق وعما دخل من موارد للاموال التي يقوم بالاشراف عليه وبعدين له في محاذير شديده جدا على هذا الرجل لا يستطيع ان يبيع اشياء إلا خطيره نرجع الا باذن المحكمه الا الاب فقط هو المستثنى دكتور محمد نجم يقدر يبيع اسرع حلقه مرت علي وما حسيتش بيها